زينة الخضار. اوكي. خلينا نعم. نحكي بس شغلة لأصدقائنا اللي بشوفونا وكمان للي معانا بالاستوديو. مرات بصير في عزايم بالبيت او انه بدكم تعملوا تساعدوا اذا عندكم عزيمة وعندكم ضيوف، اذا ما عرفتوا تطبخوا تتعلموا تزينوا كمان تساعدوا زينة، مشان هيك يعني خطرت عبالنا هالمرة ان نعملكم الزينة. نشوف مع بعض. طيب شوف كيف نبلش.